من أرض المعارض في مشرف ننقل لكم رسالتنا اليومية لبرنامج كلام دكاترة، ونغطيكم كل اللي قاعد يصير من أمور وقائية واحترازية في هذا المكان للمواطنين والمقيمين. خلكم معنا. اهلا فيك ويانا. طبعا احنا متواجدين في الصالات اللي هي تم تخصيصها من قبل وزاره الصحه لفحص اللي موجودين طبعا على حسب المحافظات. ممكن بس تعرفينا وتعرفين الجمهور في دوركم ايش قاعد تسوون في هذه الصالات؟ طبعا احنا بالاداره الفنيه من وزاره الصحه قاعدين نتعاون مع جميع قطاعات وزاره الصحه وقطاعات الدوله المختلفه، نعم، علشان يتم الكشف عن اي شخص وافد ممكن يعاني من مرض كورونا. نعم. وخصصنا هالأسبوع هذا للكشف عن الأشخاص اللي مشتبه فيهم القادمين من دول معينة. نعم. من تاريخ 27 فبراير إلى اليوم. طبعاً في قائمة معينة تم توزيعها على الجهات المعنية عشان الإعلان عنها. نعم. ليتم التواصل مع الوافدين. يعني تم تحديد قائمة فيها أسامي معينة. أسامي معينة من الدول. من الدول. إيه؟ اللي لازم يكون يعني. اللي المفروض أي شخص سافر لهالدولة هذه سواء وافد أو كويتي إنه يجي يحلل عندنا هنا. عندنا. يعني تعتبر الفحوصات ماشية على مراحل. إيه نعم. المرحلة الأولى هو استقبالهم. إيه نعم. والمرحلة الثانية أخذ معلومات وال. والعلامات الحيوية. نعم. والمرحلة الثالثة هي المسحة إذا كان. حسب، مو كل الأشخاص راح يأخذوا المسحة، أشخاص معينين اللي عندهم أعراض. اللي عندهم أعراض راح ينتقلون إلى المرحلة الثالثة واللي أخذ المسحة. تمام. يأخذون المسحة وبعدها إن شاء الله راح ينتقلون حق أماكن معينة. نعم. أما الأشخاص اللي ما عندهم أعراض وبس نتم نأخذ منهم البيانات نلزمهم إنه يكونون بالحجر المنزلي خلال هالفترة. احنا قاعدين نتعاون مع جهات اخرى في هذا المكان، ونحب ان احنا طبعا نشكرهم ونوصل لهم رسالتنا ونذكرهم في رسالتنا. فاذا تفيدينا بس من القطاعات الاخرى اللي قاعدين يشتغلون معانا في ارض المعارض. في عده قطاعات من وزاره الصحه، في مثل ما قلت لك الاداره الفنيه، في الصحه الوقائيه، في الصحه العامه، في قطاعات ثانيه، في وزاره الداخليه، في مشكورين قاعدين ينظمون المكان، في الدفاع المدني، في وزارة الإعلام، مشكورين اللي قاعدين ينقلون الموضوع حق واجب، لأن التوعية واجبة. نعم طبعا. يعني شخص قاعد ببيته متخوف، صحيح، فإذا ما يدري شو السالفة هذا ممكن يؤدي إلى انتشار الإشاعات اللي ممكن تزيد الخوف عندنا. وإحنا بنحد من هالإشاعات وبنوصل لهم الرسالة عن طريق الجهات المختصة والرسمية. معانا الدكتورة نوف العنزي منسقة العمل في المركز الصحي في أرض المعارض. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. دكتورة، لو تكلمينا عن شلون يوصل الأخوان المقيمين أو جلب أخواننا المقيمين لهذا المكان عشان يتم فحصهم أول شيء. إنزين، أول شيء إحنا قاعد نستقبل الوافدين اللي دخلوا الديرة من تاريخ 27. طبعا حلو. في ناس أوريدي دخلت، فإحنا عبر وسائل التواصل تويتر إنستغرام كل وسائل السوشيال ميديا عن طريق وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية قاعد نحاول نوصل رسالة حق كل الوافدين إن اللي وصل من هالتاريخ أي يزورنا بالمركز أساس يتم فحصه. الإعلان اللي ندز فيه طبعاً كل يوم حق محافظة معينة أساس تنسيق الشغل، في حساب وزارة يعني الصحة، في حساب وزارة الصحة والمركز الحكومي كلها موجود الديتيلز المكان وبالوقت والمحافظة. كل محافظة لها يوم معين، فنتقيون الأشخاص اللي جايين من السفر عند الباب يستقبلونهم هناك، يسألونهم تفاصيل من وين واصل من السفر وأي تاريخ، ويتم فرزهم من البداية. في فرز حلو أساس اللي عنده أعراض ينعزل بروحه من البداية، وطبعا كبار السن والمعاقين لهم هم أولوية يعني على غيرهم أساس ما يقعدون ينطرون وايد. حلو. فإحنا قاعد نستقبل الناس، يعني نبي الناس تيجي، يعني
ما عندنا وسيله تواصل معهم غير ان اي احد وصل من السفر نحاول نبلغه نوصل له انه وينشر المعلومه يعني بين مجموعته وبين اللي عنده بالسكن. كل اللي يو قاعد يسالون يعني منو لازم يجي منو لازم ينفحص، وفي البدايه قالوا بس مصر وسوريا ولبنان، الحين اغلب الناس قاعد تشيك يعني حتى اللي من دول ثانيه يو احتياطا قاعد يجون نشوفهم هني بالمكتب. بس خلنا ننوه على نقطه مهمه، البي سي ار، فحص البي سي ار موجود هني موجود ممتاز. بس ما قاعد يعني المسحب قاعد ناخذها بس مو حق الكل، يعني مو نفس الكويتيين مثلا اللي وصلوا من المطار ولا اللي من ايران ولا العراق، لا المسحب قاعد تنوخذ بناء على تاريخ السفر، التاريخ الطبي، المخالطه والاعراض، هالاشياء هذه قاعد نقيم كل حاله ونشوف اذا يحتاج ناخذ مسحه ونسوي له البي سي ار ولا ما يحتاج يعني. ونبي ننوه على نقطه يعني حتى في خصوصيه للمريض، في غرف اشوفها مسكره داخلها الدكاتره يعني هذا اللي برا كله يقعدون على الويتنج وينطرون، حتى اماكن الويتنج فيها مسافات بين الكراسي نحاول نمنع، والطاولات نفسها اللي عليها الدكاتره هم قاعد ياخذون الهستري والتاريخ الطبي من المرضى، هم كل طاوله بعيده عن الثانيه، ولو في احد نحتاج ناخذ له مسحه موجود مكان معزول حقه بروحه، اكيد في خصوصيه يعني حق الكل. زين نبي رساله مهمه تحطينها لي بين قوسين وتوجينا على الكاميرا. انزين اهم شيء سمعوا كل نصايح وزاره الصحه والتعليمات اللي قاعد تعلنها على طول. وزاره الصحه قاعد تبلغ المرضى بكل شيء اول باول، في شفافيه تامه، ما حد قاعد يخش شيء، والتعليمات اللي قاعد تعطيها كلها عشان مصلحتكم ومصلحه غيركم. تسلمون يا رب، واسمعوا المعلومات المهمه من برنامج كلام دكاتره، نوصل لكم المعلومه من المكان ومن المحاجر الصحيه وجميع الإجراءات الاحترازية اللي قاعد تقوم فيها الدولة لوقاية أنفسنا وأنفسكم. يعطيكم العافية. يا هلا ومرحبا فيك دكتور حسن عاشور، رئيس الفريق اللي هو قاعد يعني ينسق ما بين كل الأفرقة وكل الدكاترة الموجودين في أرض المعارض. طبعا احنا شغلنا هنا في أرض المعارض اللي هو الرعاية الطبية وفحص المشتبه فيهم. نبيك بس تعرفنا أكثر بعد ما نخلص من الفحص، وندري أن هذول في ناس محتاجين أن يروحون إلى الأماكن اللي يأخذون رعاية أكثر، شلون الطريقة وشلون حلقة الوصل وشلون توصلون لهذه الأماكن؟ طبعا هنا في دورنا أساسي في أرض المعارض أن احنا نضمن أن كل الطواقم الطبية موجودة على نفس الأعداد ونفس مثل ما تقول الكوادر اللي تستطيع استيعاب هذه الأعداد اللي من المحافظات، لأن احنا متوقعين أعداد كبيرة تأتي من الدول اللي فيها ظهر فيروس الكورونا، وحسب إعلام وزارة الصحة أن لازم يراجعون هنا. أول ما يدش المراجع يخضع لعدد من الفحوصات الأولية. نعم. وطبعاً فيروس الكورونا حسب منظمة الصحة العالمية حطت بعض الأعراض اللي تظهر عليه. نعم. مع مراجعة تاريخ المريض ودولة القادم منها والأعراض الظاهر عليه. نعم. يتم الدكتور يحوله إلى غرفة صغيرة تم إنشائها في هذا المكان، أحد الصالات معزولة بمسافة. نعم. وتحت إشراف أطباء الوقاية وأطباء الباطنية والكوادر الصحية. نعم. إنه يتم أخذ منه أن هذا يعتبر في أعراض الكورونا. طبعا إحنا قاعدين نشوف أنه في حالات قاعدة تنأخذ إلى مثل ما تفضلت إلى الغرفة هذه الخاصة ويجرى لها المسحة، وبعدين بعد المسحة هل ينتظرون في هذه الغرفة لحد ما تطلع النتيجة، ولا يقولهم مثلا روحوا ناديكم، ولا شلون طريقة؟ لا طبعا من مجرد أنت التقدير اللي عمله الفحوصات الأولية مع تاريخ المريض وشاف أن في شك علامات عامة والأعراض أو التقدير الطبي شاف أن في احتمالة إصابة. نعم. هني ما يصير أنت تعرض المجتمع للخطر وتخلي يطلع، تخلونه عندنا، تخليه عندنا لين نحاوله بالتعامل مع إدارة الطوارئ الطبية والتنسيق مع إدارة منع العدوى أن أيضا يتم نقله إلى المركز الوقائي أو للمحجر بالطريقة السليمة حتى يكون الإجراء سليم من دخوله إلى وصوله إلى الفريق الثاني.
الشكر للجهود المبذولة في وقاية هذا الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض الكويت. نتمنى لكم دائما الصحة والعافية، ولكن هذا هم بعد يعتمد عليكم، التزموا في مكانكم والأوامر اللي تيكم من الدولة امتثلوا لها، وخلكم في بيوتكم وطبقوا كل ما هو جديد من الأماكن المعتمدة، وزارة الصحة، وزارة الدولة، وزارة الدولة المعتمدة، تلفزيون دولة الكويت. ما تشوفش إن شاء الله. تمام. مع السلامة.